الله المتحنن الرحمن الذي لا يشاه لك الإنسان كلام يونا قائلا إعلان امضي إلى نينوى يا إنسان. أما النبي يونا فكان قد مضى إلى ترشيش هربان من وجه الله القوي الديان، فوجد سفينة يا إخوان بنهم فكر يونا وراء في جوف السفينة انضجع وارتاح. وأما الرب إله الأرواح صلت ريحا جاء بالعين وبعد الرحمة على المساكين المسيح يرحمهم في يوم دين ويحل قدسه فيهم. تشاور كل النواتي أن يرمم في السفينة بالكل ليا، والأرياح كانت قوية هجمت عليهم بالعاني. ثم أن الريس نهض وقام أيقظ يونا من المنام، قال له قم لماذا تنام، انهض ولا تكن كسلان، جاهد يا أيها إنسان واطلب من إلهك الغفران حتى يهدي عنا الهيجان لنصير في راحة واطمئنان. وبعد الرحمة على المساكين فن رحمة تحل عليهم والمسيح يرحمهم في يوم دين ويحل قدسه فيهم. حينئذ خافوا وتشاوروا جميع الحاضرون أن يلقوا قرعة ويعرفون، فصابت يونا بالعاني خرجت القرعة بأمر الرب الساكن فيه، فجاءوا الرجال وطلبوا
اخبرنا بالأمر اللي كان دوش عيونا حين سمع الكلمات. وقال لهم قولا بثبات: أنا هارب من إله السماوات والأرض وكل الأكوان. قبل الرحمة على المساكين فن رحمة حل عليهم والمسيح يرحمهم في يوم دين ويحل قدسه فيهم. ذنبا فعلت أيها الحضار أمام الخالق الجبار، فقالوا له: وماذا تختار؟ وكيف العمل فيك يا إنسان؟ رد عليهم النبي المختار بقلب حزين مملوء أضرار: خذوا نرموني في الطيار والبحر يعود لأصله ثاني. صرخوا الجميع ببكاء وأحزان وقالوا: يا رب يا حنان، لا تهلكنا بسبب هذا الإنسان، اغفر لنا يا رب يا رحمة. قبل الرحمة على المساكين فن رحمة حل عليهم والمسيح يرحمهم في يوم دين ويحل قدسه فيهم. سمعوا كلام النبي الكريم في وسط البحر العميم، فأعد له الرب حوتا عظيم، فبلع عيونا وصار هربان. شهدوا جميع الأرياح العظيمة القوية هدئت وبقيت مخفية، والأمواج صارت تحتاني. صاروا الجميع متحيرين من هذا المنظر يا حاضرين، وقروا بأنهم مؤمنين باسم رب الفوقاني. قبل الرحمة على المساكين فن رحمة حل عليهم والمسيح
يرحمهم في يوم دين ويحل قدسه في يوم. ضاقت نفسه في بطن الحوت وصلى لرب الصباؤوت، وكان صرخت إليك يا من لا يموت، اسمعني يا ربي أنا الغفلان. طلبت إليك من عمق الأبحار، خلصني يا رب يا غفار، من جوف اللجج ما عاد طيار، لأنك رؤوف لا تنساني. ظاهر لي لأنك قادر، وليس عندك أمر عسير، لأني مترجي أن أصير وأنظر هيكل قدسك ثاني. وبعد الرحمة على المساكين فني رحمة حل عليهم، والمسيح يرحمهم في يوم دين ويحل قدسه في يوم. علم الإله دي قد الصديق، وقال للحوت قولا وصيك، فقذف يونان يا إخوة بتحقيق، كما سلام قال غفر ذنبه وخرج بسلام من بعد مقام 3 أيام و3 ليال بالتمام في بطن الحوت يا وقال امضي إلى نينوى باستعجال، وقل لهم نينوى تخرب في الحال، مزمع أن يخفسها الديا. وبعد الرحمة على المساكين فن رحمة حل عليهم، والمسيح يرحمهم في يوم دين ويحل قدسه في يوم. لما سمعوا قول خطيبين الذين في نينوايا حاضرين، رجعوا بقلوبهم تائبين إليه والتمسوا الغفران. ملك نينوايا حين سمع الأخبار قال:
حتى الأطفال الرضعان. وبعد الرحمة على المساكين فن رحمة تحل عليهم والمسيح يرحمهم في يوم دين ويحل قدس فيهم. نادم على الشر الذي كان أران يفعل بأهل نينوى باجتهاد. سبحان رؤوف رب العباد شافوك على جنس الإنسان. هارب يونان وصار مغموم حين تمت له 40 يوم وقال يا رب أنت رحوم لماذا أرسلتني ثاني. هو ظل كلم يونان ثاني مرة وبقي غضبان وقال يا رب موتي كان خير من حياتي الآن. وبعد الرحمة على المساكين فن رحمة والمسيح يرحمهم في يوم دين ويحل قدس فيهم. وأما يونان فطلع برا المدينة ونفسه عادت مرة والشمس أشرقت بالأحرى ضربت في رأسه بالعاني. وإن الله سبحانه قدير بحكمته دبر تدبير خلق غصنا من يقطين كبير وصار يونان به فرحان ويونان به صار مسرور. النهار كله وهو مستور وإن الله العلي الغيور أرسل دودة فأكلتها من تحتاني. وبعد الرحمة على المساكين فن رحمة تحل عليهم والمسيح يرحمهم في يوم دين ويحل قدس فيهم. ولما أصبح صباح وطلوع الشمس أشرق ولا أمر
ريحا من الأرياح طرح إلى أسفل تحت. وإن الشمس أحرقت يونان ثاني مرة وبقي غضبان وقال يا رب موتي كان خير من حياتي الآن. نادى الله يونان وقال يا يونان ما بالك حزنت في الحال، على شجرة خلقت بالكمال وفي ليلة زالت يا إنسان. وبعد الرحمة على المساكين فن رحمة والمسيح يرحمهم في يوم دين ويحل برقدس في يوم. لماذا لا أرحمني نوى التي فيها 12 إبوة وموادي أيضا بالكسرة؟ لماذا أهلكها يا إنسان؟ أنت لا تعلم يمينا ولا يسار، لأني إلى رؤوف غفار. أفرح بالخاطئ إذا تاب وصار بكل قلبه يا إنسان. لا تنسانا نحن الخطى، نصرخ نحوك طالبين نجاة. اقبلنا يا من هو في حضن أباه، واصنع معنا إحسان. يا من صلب عنا أجمعين، أعطنا رحمة في يوم الدين، واجعلنا من أهل اليمين في فردوس نعيم أجناني. سر المسيح خرج إلى البرية لتسبيح، فجاء الشيطان بوجه قبيح ليجربه مثل الإنسان. فقال له إن كنت المسيح والقول عنك هذا صحيح، فقل للحجارة بالتصريح سيري خبزا يشبع الجوعان.
شيطان، لأنه مكتوب في سفر الديان: ليس بالخبز يحيى الإنسان، بل بكلمات الإيمان. وبعد الرحمة وقال: إن كنت ابن الله المتعال فاطرح نفسك من هذا المكان. فقال له: مكتوب في التوراة: لا تجرب الرب فاحتار إبليس في عقله وتغلب على الذل والبهتان، ثم تجرأ في الحال وصعد به على جبل عال، وأراه الممالك والأموال، وقال له: انظر تلك بالأعين. وبعد الرحمة على المساكين فني رحمة يرحمهم في يوم دين ويحل قدسه فيهم. هذه كلها في قبضتي وتحت تصرفي وإرادتي، فإن سجدت لي في وجهتي أعطيك الكل بلا نقصان. قال: اذهب عني يا شيطان، أنا ابن الله الديان المختص بالسجود والإيمان. فاعتراه الوجل والخذلان، فمضى إبليس عنه بال حصرات، وجاءت الملائكة تخدم بالمسرات. قلوا: فعساكر مع ربوات تخدم الابن الديان. وبعد الرحمة مساكين فن رحمة حل عليهم، والمسيح يرحمهم في يوم دين ويحل
نتواضع ونصير ثابتين، ونسامح إخواتنا المسيئين، والله يكافئ أهل الإيمان. موسى صما فوق جبل الطور 40 يوما بغير فطور، أعطى رب لوح مستور فيهما العشرات كلمات، وإلياس بالصم حبس ماء السماوات، فلم تمطر 3 سنوات و6 شهور كاملات، وبصلاة هطل في كل مكان قبل الرحمة على المساكين فن رحمة حل عليهم، والمسيح يرحمهم في يوم دين ويحل قدسه فيهم. كان أهل نينوى ومن الكفار عباد أصنام فجر أشرار، ولما صاموا 3 أيام بوقار شملهم العفو والغفران. من صام وهو في ضلال وطلب رحمة فلا ينال، وينقطع منه الرجاء والآمال، ويحرم من نوال الإحسان. من صام ويعمل عصرا لأخيه ويطلب رحمة فلا يعطي، ويكون الشيطان متمكنا فيه ويرمي في أسفل النيران. قبل الرحمة على المساكين فن رحمة حل عليهم، والمسيح يرحمهم في يوم دين ويحل قدسه فيهم. من صام وهو غضبان يكون مسالما للشيطان، ويمشي في العالم كالسكران، ويصير بينهم كثعبان. طوبى لمن صام باعتصام، طوبى لمن صام بغير أسام، طوبى لمن صام وادخر ليوم الزحام، لأنه يفوز بنعيم الجنات.
من لا يرحم فليس يرحم، ويقطع في أسفل الجحيم ويحطم. لأن إبليس لما تعظم سقط فأدركه الحرمان. وبعد الرحمة على المساكين فن رحمة تحل عليهم، والمسيح يرحمهم في يوم دين ويحل قدسه لا تتشامخ وتتكبر، تقع في الجحيم وتتحصر. لأن إبليس لما تكبر صار مخلدا في النيران. فلنسأل الله الرحمن الحاضر في كل مكان أن يثبتنا على الإيمان، ويسكننا نعيم الفردوس. وبعد الرحمة على المساكين فن رحمة تحل عليهم، والمسيح يرحمهم في يوم دين ويحل قدسه فيه. صوم صوم للنفس سبات، صوم صوم يطرد الشهوات، صوم صوم يغفر الزلات، ويخلص من كان تعبان. صوم صوم يمحو الخطيئة ويزيل الأفكار الشيطانية. لنصوم يا إخوة بطهارة ونية، صوما نقيا روحاني، صوم صوما طاهرا بخشوع كما قد صام الرب يسوع. بقلب زال مع كسرات دموع لتنالوا قوة وإيمان. وبعد الرحمة على المساكين فن رحمة تحل عليهم، والمسيح يرحمهم في يوم دين ويحل قدسه فيه. الله المتحنن الرحمن الذي لا يشاه لك الإنسان، كلم يونا قائلا إعلان
امضي إلى نينوى يا إنسان. أما النبيون فكان قد مضى إلى ترشيش هربان من وجه الله القوي الديان، فوجد سفينة يا إخوان بنهم فكر يونان وراح في جوف السفينة انضجع وارتاح. وأما الرب إله الأرواح صلت ريحا جاء بالعين وبعض الروح مع المساكين فن رحمة تحل عليهم والمسيح يرحمهم في يوم دين ويحل قدسه فيهم. تشاور كل النواتي أن يرموا ما في السفينة بالكل ليا، والأرياح كانت قوية هجمت عليهم بالعاني. ثم أن الريس نهض وقام أيقظ يونان من المنام، قال له قم لماذا تنام، انهض ولا تكن كسلان، جاهد يا أيها إنسان واطلب من إلهك الغفران حتى يهدي عنا الهيجان لنصير في راحة واطمئنان. وبعد الروح مع المساكين فن رحمة تحل عليهم والمسيح يرحمهم في يوم دين ويحل قدسه فيهم. حينئذ خافوا الملاحون وتشاوروا جميع الحاضرون أن يلقوا كرعى ويعرفون، فصابت يونان بالعاني خرجت القرى عليه بأمر الرب الساكن فيه، فجاءوا الرجال وطلبوا إليه اخبرنا بالأمر اللي كان. دوش يونان حين سمع الكلمات وقال لهم قولا بسلام.
هارب من إله السماوات والأرض وكل الأكوان. قبل الرحمة على المساكين فن رحمة حل عليهم والمسيح يرحمهم في يوم دين ويحل قدسه فيهم. ذنبا فعلت أيها الحضار أمام الخالق الجبار، فقالوا له وماذا تختار وكيف العمل فيك يا إنسان؟ رد عليهم النبي المختار بقلب حزين مملوء أضرار: خذوا نرموني في الطيار والبحر يعود لي أصله ثاني. صرخوا الجميع ببكاء وأحزان وقالوا: يا رب يا حنان، لا تهلكنا بسبب هذا الإنسان، اغفر لنا يا رب يا رحمن. قبل الرحمة على المساكين فن رحمة حل عليهم والمسيح يرحمهم في يوم دين ويحل قدسه فيهم. سمعوا كلام النبي الكريم في وسط البحر العميم، فأعد له الرب حوتا عظيم، فبلع عيونا وصار هربان. شهدوا جميع النواتية الأرياح العظيمة القوية، هدئت وبقيت مخفية، والأمواج صارت تحتاني. صاروا الجميع متحيرين من هذا المنظر يا حاضرين، وقروا بأنهم مؤمنين باسم رب الفوقاني. قبل الرحمة على المساكين فن رحمة حل عليهم والمسيح يرحمهم في يوم دين ويحل قدسه فيهم. ضاقت نفسه في بطن الحوت وصلى
لرب صباؤوت، وكان صرخت إليك يا من لا يموت. اسمعني يا ربي، أنا الغفلان، طلبت إليك من عمق أبحار. خلصني يا رب يا غفار من جوف اللوجك ما عاد طيار، لأنك رؤوف لا تنساني. ظاهر لي لأنك قادر، وليس عندك أمر عسير، لأني مترجي أن أصير وأنظر هيكل قدسك ثاني. وبعد الرحمة على المساكين فني رحمة تحل عليهم، والمسيح يرحمهم في يوم دين ويحل برهم قدس فيهم. علم الإله دي قد الصديق، وقال للحوت قولا واصيك، فقذف يونان يا إخوة بتحقيق، كما سلا ما قال الديان، غفر ذنبه وخرج بسلام من بعد مقام 3 أيام و3 ليال بالتمام في بطن الحوت يا إخوان. فنادى الله يونان وقال امضي إلى نينوى باستعجال، وقل لهم نينوى تخرب في الحال، مزمع أن يخفسها الديان. وبعد الرحمة على المساكين فني رحمة تحل عليهم، والمسيح يرحمهم في يوم دين ويحل برهم قدس فيهم. لما سمعوا قول الخطيبين الذين في نينوايا حاضرين، رجعوا بقلوبهم تائبين إليه والتمسوا الغفران. ملك نينوى حين سمع الأخبار قام عن كرسيه يا حضار، لبس مصحا وشرب تراب ونهض حزينا دهشا. نادى المنادي
ثلاثة أيام، كبار وصغار وبقر وأغنام، حتى الأطفال الرضع وبعض الرحمة على المساكين فن رحمة تحل عليهم والمسيح يرحمهم في يوم دين ويحل قدسه نادم على الشر الذي كان أران يفعل بأهل نينوى باجتهاد. سبحان رؤوف رب العباد، شفوك على جنس الإنسان. هارب يونان وصار مغموم حين تمت له 40 يوم، وقال يا رب أنت رحوم، لماذا أرسلتني ثاني؟ هو ظل كلم يونان ثاني مرة وبقي غضبان، وقال يا رب موتي كان خير من حياتي الآن. وبعد الرحمة على المساكين فن رحمة تحل عليهم والمسيح يرحمهم في يوم دين ويحل قدسه فيهم. وأما يونان فطلع برا المدينة ونفسه عادت مرة، والشمس أشرقت بالأحرى، ضربت في رأسه بالعاني، وإن الله سبحانه قدير بحكمته دبر تدبير. خلق غصنا من يقطين كبير، وصار يونان به فرحان، ويونان به صار مسرور. النهار كله وهو مستور، وإن الله العلي الغيور أرسل دودة فأكلتها من تحتاني. وبعد الرحمة على المساكين فن رحمة تحل عليهم والمسيح يرحمهم في يوم دين ويحل قدسه فيهم.
أشراك ولا أمر ريحا من الأرياح. طرح إلى أسفل تحت وإن الشمس أحرقت يونان ثاني مرة وبقي غضبان وقال يا رب موتي كان خير من حياتي الآن. نادى الله يونان وقال يا يونان ما بالك حزنت في الحال، على شجرة خلقت بالكمال وفي ليلة زالت يا إنسان. وقال الرحمة على المساكين فن رحمة والمسيح يرحمهم في يوم دين ويحل برقصه في يوم. لماذا لا أرحمني نوى التي فيها 12 إبوة وموادي أيضا بالكسرة؟ لماذا أهلكها يا إنسان؟ أنت لا تعلم يمينا ولا يسار، لأني إلى رؤوف غفار. أفرح بالخاطئ إذا تاب وصار بكل قلبه يا إنسان. لا تنسانا نحن الخطى، نصرخ نحوك طالبين نجاة. اقبلنا يا من هو في حضن أبا، واصنع معنا إحسان. يا من صلب عنا أجمعين، أعطنا رحمة في يوم الدين، واجعلنا من أهل اليمين في فردوس نعيم آمين.